طبختنا كنا بنسوي سليك بس ما عندنا عيش امريكي ولا عندنا المستكة. غيرنا اخذنا من دي اللحم هاي بنسوي صالونه. شلنا هي اخذنا اللحم نسوي ننزل الزبده ونحبس البصل. وها صحيح نحمر اللحم مع الزبده مع الصليب والبصل والحلول. حمرنا اللحم رفعنا وصار كرمل عدل زين مرتين بالقليلة ننزل التزلال ننزل الكبار المكبوس كامل ننزل نص كمية البال ننزل العيش مثل ما شفتوا في الفيديو الماي هذه نص الكمية طريقة جديدة ننزل الحين عليه الحليب. ما نزلت الحليب عشان ما يتكتل الحليب. هذه على طريقة السليك. هذه طريقة السليك بهالطريقة.